سجلات سكراتي ان شاء الله غادي ان شاء الله تكون رفقه الجمعوي مخبر السي يونس في حضره ولا في ضيافه السي يونس تلبيه لدعوه السي يونس اننا باش نحضروا الصفقه ديال ضحايا الزلزال واخرهم يعني العون السلطه السي وجاو واحد السيده حتى هي عزاؤنا عزاؤكم السي يونس خاطر صاحب الجلال الله يرحم جميع اموات المسلمين اللهم ارحم جميع يعني ضحايا الزلزال يعني اللهم اجعلهم من الشهداء ان شاء الله في جنات العلا مع الصديقين مع الاولياء ان شاء الله الله يحفظ جميع الناس اللي تيشدوا هذا الطقان هذو ويبغي بينا نوصل واحد الرساله انه هذه الطرقات هذه كما تشوفوا الطرقات الوعره الصعبه غير باش نوصل الرساله يعني للناس لا المسؤولين ولا المواطنين ولا حتى الناس ديال الشمال ولا حتى ديال الجنوب كيفاش تيعيشوا الناس ديال المنطقه ديال اقليم شيشاوا يعني هنا قلنا اقليم شيشاوا يعني راه تنقولوا افقر اقليم والاقليم المهمش الوحيد هو هذا اقليم شيشاوا تنتمناو باش توصل الرئيس الرسائل ديالنا باش انه تكون واحد الانتفاضه واحد الاهتمام باش هاد الطرقات هادو يتصلحوا يعني دابا مادام انه كاين واحد الاوامر ملكيه من عند سيدنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله انه باش تعطى الاولويه لهاد الناس ديال الجبال وهاد الطرقات ديالهم وحتى المعيشه ديالهم ان شاء الله يكون هاد الزلزال هذا يكون بادره خير ان شاء الله باش انه باش تغير الاحوال ديالهم الى احسن ان شاء الله وشكرا للجميع ولنا عوده ان شاء الله في مباشرات اخرى وفيديوهات اخرى باش بالتفصيل ان شاء الله باش نعطيكم يعني من قلب الحدث كيف يعيشوا الناس هنايا والمعاناه ديالهم ويعني حتى الصبر اللي كانوا صابرين ويعني حتى كانت تعطى واحد الصوره انه المغرب جميل وكذا وهذيك يعني رحنا يعني في قلب الحدث يعني من الجبل يعني حتى من وعوره الطريق راه غادي توريكم سميتو غادي نفصلوا اكثر ان شاء الله وشكرا.